اهلا وسهلا بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ورجعت لكم انا اشكركم مقطع جديد، تحدي من تحديات اقنعه ملاذ. وقبل ما نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعل الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. وخلينا نروح على طول على التحدي. والتحدي المطلوب منك بحكي لك قص سياره ومحطمه رباعيا وقاربا، واسم القناع ملاذ حلم هوبر. عشان تقدر تحصل هذا القناع لازم يكون معك 10 ريشات، والريش ما حكينا بتاخذه من خلال فتح الصناديق. تمام شباب؟ تمام. هسه اجي كل عليك بتيجي معي على هذا اسهل منطقه بالنسبه لي، بتروح هون عند هاي الكازيه هي فوق هون، تيجي تنزل هسه هون على السريع سريع سريع، تاخذ سياره هيها جنبها، هي السياره عاد تنفع الشاحنه، هي هيك واحد بنحسب لك، بعدين انزل منها خذ محطم رباعي، هي اثنين. هسه تعال راح احدد لك على السريع على شو اسمها هي القارب، هي قريب عليها، خلينا نروح مع بعض عليها، نروح مع بعض عليها، نروح مع بعض عليها على السريع سريع. هاي القارب كل عليك انك كمان تسوق فيها كنت في صغيره وبتخلص هذا التحدي، تحدي جدا سهل وما بده شيء. هيك شباب كان هذا المقطع لليوم، لا تدعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك لكن المقطع فعل الجرس. اشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامه، بيس.